الآن وحصريا استديوهات همسة إهداء من أم زايد إلى أبنائها. جديد الزفات والشيلات. مبروك يا زايد ونوف هني ملايين تخرج. مبروك فرحتنا اللي انتو سببها. مبروك يا زايد يا نسل الميامين يا الغالي اللي للمعالي طلبها من أم زايد تهدي أبنائها اليوم قصيدة تنجز لخوف وقي كتبها. نهنينا ونبارك ملايين مبروك فرحتنا اللي انتو سببها. مبروك نهنينا ونبارك ملايين مبروك فرحتنا اللي انتو سببها. تعيين زايد فالوضع وصل فيه للمجد وأهل الجد ثمر تعبها. مبروك هنينا ونبارك ملايين مبروك فرحتنا اللي انتو سببها. مبروك هنينا ونبارك ملايين مبروك فرحتنا اللي انتو سببها. يلي محبينك هنا يهتفوا مين غيرك مبدع للمعالي كسبها. بفضل الله المصاعب غلبها وثب إلى القمة بعزم المهمين نفخر بهذه الوثبة اللي وثبها. مبروك هنينا ونبارك ملايين مبروك فرحتنا اللي انتو سببها. ابن الكرام اللي على الكل غالين الله لهم اسم المكارم وهبها. نهني نوف بالنقل وزايد نهني على الوظيفة اللي لها مبروك هنينا ونبارك ملايين مبروك فرحتنا اللي انتو سببها. هنينا نوف فرحة النقل بتوفيق رب العباد لك المفاخر وهبها. وانت يا زايد فخرنا وانت يا نوف اسمهم بالنور قلبك كتبها. يا ربي منزل الوحي والدين يا فخر ديرتنا وفخر العرب. يا فخر ديرتنا وفخر